السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جمع حلقات في المختبر. طيب الساعة تقريبا يعني هاي بالضبط الآن دخلت 12 في الليل يوم 25 مارس 2019، وهي دخلت الساعة 12 في الليل وقاعد بعمل شغلة هاي 12 دقيقة. هذه الشغلات مرات اللي بعملها بتكون عبارة عن تجارب، ممكن تكون ناجحة ممكن تكون فاشلة، ممكن تكون يعني هي عبارة عن تجربة حاجة أجت في راسي، يعني أشوف يعني هل أنا فاهم كويس أو حاجة علشان أزيد فهمي. فبعض هذه الحاجات التجارب الصغيرة اللي بعملها ما بصورهاش، لأنه في كتير طبعا مؤخرا، خاصة مؤخرا من التعليقات ومن الشباب إنهم بدهم دورات. طبعا إنك تحملني أنا الآن إنه أحط كل جهدي في دورات، عمل حلقة واحدة من أي دورة بالدورات بده 3-4 أيام، فهذا جهد كبير وأنا أصلا مش قادر ألاقي وقت لهذا كله. فمرات بأضع نفسي في مسار أنه أعمل فيديوهات حتى لو بسيطة تعريفية يعني صغيرة، اللي هي سلسلة في المختبر، علشان ما ضيعش عليكم برضو الفائدة. وحتى لو مثلا بعرض يعني في هاي أجتني هذه اللوحة وقاعد أنا قاعد بدي استخدمها استخدام آخر غير المعلن عنه في الموقع، فبقول لنفسي هل أصور هذا الفيديو، هل يعني أعرضه إلهم يتعلموا ولا لا، نستنى عبال ما أعمل دورة وحلقات من الدورات اللي ممكن بدها وقت طويل. طيب إحنا لسه في المحتوى العربي يا شباب، ما فيش محتوى عربي يعتبر لسه فارغ بالنسبة للمحتوى الإنجليزي والمحتوى الأجنبي، حتى المحتوى الهندي لسه احنا صغار جدا. في ناس بدها بس دائرة تركبها، تقول له ايش الدائرة وتركبها وخلص، يروح هو يركبها تنجح معاه ما تنجحش وفقط. فاحنا لسه بعادي، لسه في عندنا مشكلة، احنا حتى لسه مش فاهمين هل احنا العلم اللي بدنا اياه ايش نوعه، تمام؟ وهذا مشكلة يعني الواحد بواجهها لسه في الناس. ف مش عارف يعني ايش انواع الحاجات اللي لسه بدكم اياها او بدكوش اياها. قصه الدورات اوكي انا بعمل دورات، ولكن الجهد الكبير اللي بدها اياه بخليني انقطع بعض الاحيان. ثانيا السلسله هذه اللي بعملها اللي في المختبر عشان اعرفكم بعض المفاهيم، يعني مش غلط انك تتعرف على متى غيرك بيفشل، متى غيرك بينجح، متى غيرك بيصمم حاجه بيستعملها استعمال اخر. مش كل الفيديوهات اللي بدك اياها تكون فيديوهات ناجحه او تديك من الالف للياء كل شيء، لانه الحاجات اللي انا قاعد بفرجيك اياها الان مثلا حاجات ممكن تخطر في بالك، ممكن انت تستوحي منها فكره جديده بغض النظر عن قدراتك، يعني ان كنت انت هاوي، ان كنت مهندس، ان كنت ايش ما تكون. ف يعني ارجو تقدير هذا الشيء، انه مش كل شيء لازم يكون خلال دوره ومحترفه وفيديو يعني بكل الانواع. يعني مثلا الفيديو السابق تبع المغناطيس توقعت انه يعني فيديو يعتبر مفيد، ولكن يعني هيك حسيته من ضمن الاستجابات اللي اجت لا فيديو غير مفيد، مع انه ما فيش احد في الانترنت العربي كله شرح حاجه اسمها دوائر مغناطيسيه او يعني اتطرق إلها بشيء من العمليه، مش بس شرح نظري، ولكن لسه في مشكلة عندنا، في مشكلة. فأنا هطنش المشاكل هذه لسه. أنا مدام أنا شايف التراك إنكو تاخدوا فيديوهات من النوع هذا ومن النوع الدورات كمان، ليش؟ عشان تتنوعوا كيف الثقافة تبعتكم. الآن هي الساعة 12 في الليل زي ما قلنا، وهصور الفيديو هذا وأعرض لكم إيش الآن جربت. أنا قاعد مرات بجرب الساعة 12 في الليل، باجي هيك بقعد لحالي وبقعد ساعة ساعتين بس بشوف في المختبر ايش في عندي حاجات ممكن اعملها، ايش في فكره فيديو ممكن اعمله، او ايش في اجهزه مرات بتكون جايانه من شركات، بيجيني تبرعات من شركات وغالبا الصينيه على اجهزه، فانا بشوف هل الجهاز هذا يستحق ان اعرضه ما اعرضوش، هل في فكره، هل ممكن اقول للمتابعين تبعوني عن حاجه فيه، تمام؟ فهذه الأنواع من الفيديوهات أنا معيش إلا ساعة في اليوم عشان إنه أقدر مع ضغط الشغل اللي عندي ولهذا إنه أقدر أعملكوا حاجة. وأنا مش بخلان عليكم في إشي، ولكن إنه أعمل دورات، أنا بدي أعمل دورات ولكن تتطلب وقت. والآن أنا بعمل دورة التصميم الإلكتروني المحترف، يعني تقريبا خلصت
أكثر من نصها، وإن شاء الله بحاول إنه أنجزها بحيث إنه خلال فترة وجيزة إنه على الأقل أطلقها إلكم. الأمور هذه بتخلي مرات الفيديوهات متنوعة، يعني مش لازم تكون ضمن برزنتيشن وبحث وجزء نظري وجزء عملي والكلام هذا، مرات بتكون فقط عبارة عن استعراض لحاجة معلومة أنا عندي، استعراض لجهاز، استعراض لأي حاجة. فأنت خذ المعلومات، عجبتك أهلا وسهلا، لأنه في كثير من الأجانب أصلا بتعملش إلا هيك، تمام، فقط عملية استعراض حتى مش معلومات. فخلينا ناخذ المعلومات، نستفيد منها، نغير ثقافتنا شوية، نتعلم على الأقل بنحكي عربي، نحكيش إنجليزي، تمام، ونشجع أحسن من إيش، من إنك تقعد وما تعملش حاجة. فنشوف إيش اليوم معايا. أنا هذا حاجة أجتني، شاشة، تمام، فيها عبارة عن ليدات كثيرة جدا جدا جدا، وهذه الشاشة بيقول الموقع إنه هي عبارة عن شاشة بتعرض خطوط مستقيمة. أكيد كلكم شفتوها، ها بدي أقولكم الآن، كلكم شفتوها وكلكم عندكم هذه الشاشة، تمام، بس بشكل مصغر في راديو في راديو السيارة، أو في مثلا جوالك، أو على الكمبيوتر بتلاقي إنه البلاير تبعك بيعرض لك عبارة عن خطوط تطلع وبتنزل لما حسب الصوت. ولكن هذا بنعرفه. إيش اللي اليوم يعني ممكن أنا أدمج لك فكرتين مع بعض علشان أنت تستوعب إيش فكرة الفيديو هذا. طبعا هذه الشاشة عبارة اسمها سبيكترم LCD أو سبيكترم LED ديسبلاي. السبيكترم يا شباب، شو يعني سبيكترم؟ السبيكترم عشان يعني، وهنا حتى محضر ورقة وقلم يعني على أساس أنه بدي أفيدكم. طيب السبيكترم يا شباب، كلمة سبيكترم هي عبارة عن رينج، أو عبارة عن عرض أو نطاق من الترددات، نطاق من الترددات، تمام؟ نفترض لو قلت لك إيش صوت الإنسان مثلا، إيش السبيكترم تاعه؟ يعني بقول لك إيش نطاق الترددات تاعه؟ إيش يعني نطاق الترددات لصوت الإنسان؟ يعني صوت الإنسان إيش الترددات تبعته؟ بيحكوا طبعا حسب كل الكتب وحسب كل التجارب، تحكي إنه صوت الإنسان يتراوح تقريبا من 20 هرتز تقريبا لحد 20,000 هرتز، يعني 20 كيلو هرتز. هذا بسموه هيك 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 نطاق ترددات الإنسان. ممكن الرجال صوتهم غليظ شوية، صوتهم يقع في منطقة الترددات المنخفضة، بتلاقي الرجال في المنطقة هذه، تمام؟ صوت النساء صوت حاد، بتلاقيه بيروح لمنطقة مين؟ الأعلى. عشان هيك مثلا لو لقيت رجل يعني بينادي على حدا، بتلاقيه يعني ممكن ما يوصلش صوته مسافة معينة، ولكن النساء ما شاء الله بتروح بتجيب إيش؟ صوت أبعد، تمام؟ وبالتالي طبعا صوت أبعد لأنه أحد شوية، تمام؟ وبالتالي هذا هو اسمه السبيكترم، تمام؟ طيب إيش يعني هنا السبيكترم؟ إيش نستفيد منه؟ طب قديش الأمبليتيود؟ هذا طبعا بيكون هنا عبارة عن الأمبليتيود يا شباب، ولكن طبعا قديش أنت بتصرخ، قديش أنت صوتك كرجل كمرأة بيختلف، تمام؟ قديش أنت بتزعق، قديش أنت واطي صوتك أو مرتفع، تمام؟ هذه اسمها الأمبليتيود أو الإنرجي مرات، أو الباور تبعت مين؟ تبعت للسبيكترم. كل طبعا جزء من هذه السبيكترم اللي هنا هو عبارة عن تردد، عبارة عن 1 كيلو، 2 كيلو، 2 كيلو وشوية، 10 كيلو، تمام؟ وهكذا، تمام؟ ممكن في ناس يكون بس بيشتغل في الترددات المنخفضة زي ما قلنا زي الرجال. فالآن بيقول لي إنه هذا الجهاز اللي هنا، تمام، هو عبارة عن ليدات مقسمة بشكل هذا بشكل عمودي بالشكل هذا. كل ليدات من هنا بتعرض إيش؟ بتعرض تردد من الترددات، تمام؟ وبالتالي عندنا هنا لما أنا مثلا نفترض إنه صوتي يقع في منطقة التردد 1 كيلو، بتلاقي هذه الليدات إيش؟ اشتغلت، تمام، وعرضت قديش الارتفاع حسب قديش أنا علي الصوت تاعي، تمام. ولما افترض أنه مثلا في منطقة 5 كيلو أو 7 كيلو نفس القضية، تمام. لكن يا شباب مش كل طبعا البني أدمين طبعا ترددها لحد 20 كيلو، ممكن في ناس يعني أو أغلب الناس أو يمكن بدي أحكي على
على على هذا الديسبلي. هذا الديسبلي حسب ما قبل شوي شفت والآن بدي أثبت لكم كيف أنا شفتها، تمام، من من تقريبا من حوالين 1 كيلو تمام لحد 10 كيلو تمام. طب إيش 20 كيلو؟ 20 كيلو شباب هذه عبارة من 20 ل من 20 هرتز ل 20 كيلو، هذه شباب عبارة عن الأصوات المسموعة تمام. ممكن الإنسان يقدر يصدرها، ممكن الآلة تقدر تصدرها، يعني من 20 ل 20 كيلو. ممكن برضو البيانو بيصدرها، ولكن ممكن أنت ما تقدرش تصدر نفس صوت البيانو تمام. فخلينا الآن نشوف يعني هذه الشاشة ونشوف فعليا إيش يعني كلمة سبيكترم عندها، وكيف ممكن أنت إيش تستفيد منها بحيث أنه تعرض لك ترددات وتصير حاجة اسمها سبيكترم ديسبلاي. طبعا هذه الشاشة يا شباب، خلينا نرجع مرة تانية، زي ما قلنا هي عبارة عن colorful، يعني أكثر من 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 لون. music spectrum يعني بتعرض السبيكترم تبع الميوزك تبع الموسيقى، وهي عبارة عن dot matrix، يعني عبارة عن لدات كثيرة جدا. وخلينا طبعا هنا الخط مش كتير واضح، ولكن أنا بدي أحاول يعني أقرأ لكم إياه. طبعا الجهد اللي بتشغل عليه 5 فولت تستهلك 2 أمبير، وبالتالي ما بنقدرش نشغلها على مثلا تستهلك يعني نحط نشغلها باليو اس بي تبع الكمبيوتر. بيحكي انه هي كلرفول، كلرفول معناته انه يعني الوان ار جي بي. مش كاتب ايش اقل تردد واعلى تردد، ولكن بقول في معاه لوحه، فالحين بفرجيكم اللوحه، تشتغل على مايكرو كنترولر اسمه اس تي ام 32 اف. اس تي ام 32 اف معناتها ارم تمام. وهذه هذه بتاخذ الصوت وبتروح تفلتره بحيث انها تعرف ايش تردداته، وبتعرضها على مين؟ على الديسبلاي تبعتنا تمام. الحاجات الثانيه ان شاء الله نشوفها عمليا بعد شويه، ولكن مش مهمه الان من ناحيه العلوم. فالان بالنسبه للوحه، طبعا اللي اجت معها هي هذه اللوحه. خلينا افك الحاجات اللي قبل شوي كنت اجربها تمام. هي هذه اللوحه زي ما احنا شايفين، هذا هو المايكرو كنترولر تبعها. قلنا بياخذ الصوت، وهي مدخل الصوت هنا، وبروح يعمل له حاجه اسمها اف اف تي. ايش يعني اف اف تي؟ فورير ترانسفورم. هذا الفورير ترانسفورم شباب هي عباره عن تقنيه حسابيه، عشان هيك ما بديش ادخلكم في حاجات حسابيه معقده. إلها برنامج، إلها يعني برمجه معينه، اكواد معينه، بحيث انه بتاخذ الصوت وبتحلله لتردداته، ايش الترددات تبعت هذا الصوت. وطبعا طبعا هذه بدها بروسيسور كويس جدا، عشان هيك ما بنفعش مثلا اردوين يعملها بسهوله، يعني ممكن يتعب، عشان هيك بدها ايش حاجه قويه. في طبعا بعض الاساسيات الثانيه اللي فقط مهمتها انها ترسل الداتا لمين؟ لهذه الديسبلي. خلينا نشوف ايش هذه الديسبلي بالضبط. يعني الديسبلي هذه يا شباب عباره عن ليدات كلها ار جي بي تمام. من الخلف في كمان عباره عن ايش؟ عباره عن ايسيات. هنا هذه الايسيات كلها عباره عن شيفت ريجسترز، عشان تعمل عمليه تفعيل لهذه الشاشه. طبعا هذا موضوع شوي متقدم للناس اللي لسه ما بتعرفش حاجه اسمها مالتيبلكسنج تمام. فهذه كلها شيفت ريجسترز تتحكم في ليد، كل ليد على حده تمام. فكتير في شيفت ريجسترز، هذا عباره عن الباور سبلاي لهذا الليد، وطبعا عشان الليدات كثيره ممكن تستهلك اكثر من 2 امبير تمام. فخلينا الان بغض النظر عن كثير من الداتا الموجوده فيها، طبعا برمجتها مش تكون يعني ببساطه، يعني بدها شغل عشان تعرف ايش تبرمج هذه الاشياء. ولكن خلينا الان فعلا يعني اجرب الفكره اللي اجت في راسي، وقلت يعني الساعه 12 في الليل الان قديش هي، ربع صارت تمام. هاي حطيت طبعا بيجي معها كيبل الصوت بالشكل هذا، بدي احطه بشكل بمكانه تمام. وبدي احط الباور سبلاي مع جايب كونكتور له انا، بحيث انه ايش ينشبك بالصوره هذه. وايش خلينا نشوف بالضبط ايش بيصير معنا تمام، عشان اوضح لك كل شيء. طبعا الكابل هذا شايف الاثنين هذول اللي اجت معها. واحد جايبه انا من بدي اشبكه على جوالي بحيث انه اعرض اي صوت، والثاني ماخذه على وين؟ على سماعه، عشان الصوت اللي يجي من جوالي اسمعه بايش؟ بالسماعه هذه تمام. وبالتالي ايش؟ عشان نعرف بالضبط يعني ايش اللي بصير. طيب خلينا الان نضع حاجه معينه، نشغل
الجوال على أي إشي، مثلا بدي أشغل على فيديو من فيديوهاتي، بحس إنه يعني أشوف مدى الصوت تاعي، يعني وين موقع تردداته. تمام، فالآن بدي أشوف هذا السلك. اوكي، هاي الفيديوهاتي، تمام، هاي حطيته هنا، وبالتالي هذا هينقل الصوت للبورد وفي نفس الوقت هاخده لمين؟ للسماعة. تمام، ونشوف الآن أشغل الباور سبلاي. فالآن شغلت الباور سبلاي. من أول ما أشغل الباور سبلاي زي ما احنا شايفين هذا الخط كله، هذا الأسفل هيشتغل. اوكي، ضوى، نشوف لكم إياه هيك. تمام، وهنا بدي أشغل آخر فيديو أنا، طبعا هذا عبارة عن اد، نشيل الاد، نشوف نعلي الصوت على الاخر، هيو عالي على الاخر. طبعا الصوت مش عالي كثير، ولكن هاي شوف بتعلى وبتوطى هذه الحاجات، صوته بيقع في المنطقة الواطية، مرات بيجي هنا، الصوت مش كتير عالي بصراحة، مش عارف ليه. ها، نشوف هيك عشان تشوفه. يقفز المجال المغناطيسي عبر هذا الفراغ وعبر هذا الفراغ وينتقل بالشكل هذا. اوكي، طيب خليني افتح اي فيديو اخر. نفس الاشي تقريبا تظهر في المنطقة هذه. تمام، خليني مثلا افتح فيديو مثلا من الموجودات في الترند، يعني عشوائي، ممكن يكون انجليزي. نشوف ايش هذا. اوكي، هذا فيه موسيقى، شايفين اغلب الميوزك الموجودة في هذا الفيديو تقع في المنطقة هذه. تمام، لكن ايش هذا التردد؟ ايش هذا التردد؟ الحين بفرجيكم اياه. شكله هذه اغنية صينية، شايفين هاي اللي بيظهر، عشان بس يعني تشوفوا ايش المنظر الاخير. طبعا ايش بدي اقول لكم هنا، في بيقول لي انه في اللوحة هذه زرين، هاي الزر هذا والزر هذا. تمام، حيث انه الزرين هذولا، تمام، بغير فيهم اللون اللي بدي اياه. ايوه، هذا بغير اللون اللي هو الاعلى مثلا، وفي الثاني، في زر ثاني بغير اللون تبع الاعمده، يعني ها الشكل هذا. تمام، فالآن إيش بيقول لنا هذا الديسبلي؟ أول حاجة هي للعرض أكثر، مش أكثر من هيك، ولكن أنا بدي أقول لكم عن حاجة هندسية فيها الآن، يعني أو نستفيد منها بشكل هندسي. طيب نوقف هذا الـ أوكي. الآن أنا نزلت برنامج عشان أنا بصراحة بدي أعرف كل عمود إيش يمثل عندي. نزلت برنامج صغير اسمه F Function Generator، وهي شكله. تمام، ممكن يطلع لي ساين ويف، سكوير ويف، سترانجل، وسو توث. اوكي، والترددات اللي انا عايزها، وهي انا مشغل الجهاز وكله تمام. خليني اعرف اول عمود هيشتغل عند متى. تمام، فالان هي بدي احط مثلا 500 هرتز. او شو هذا؟ هذا معناته اوكي، ما دام ظهر هيك انه عندي اكثر من تردد شغال، معناته انه بيكون الصوت اللي رايح من موبايلي للجهاز وعملية المعالجة فيها نويز. فالحين بدي أخفض أنا الصوت شوي. ها، معنات الكلام إنه هذا السبيكترم، هذا LCD هذا ما بتعرض ليش 500 هي كويس، ممكن أحط عند الواحد. ها، شايفين الواحد؟ خلينا أقلل الصوت عشان نعرف. هاي 1 كيلو يا شباب، شايفين الواحد كيلو؟ مش حابب أنا اللون هذا بصراحة، هذا اللون يعني أحلى. أوكي،
هذا الآن 1 كيلو، هاي معناتها تمام. طيب خلينا نقول لمثلا 1.5 كيلو، أنا حاطط هنا شباب هاي 1 كيلو، 1.5 كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، أنا حملتها هيك بحس إنه إيش أشوف 1.5 كيلو هي هنا. طبعا لو ظهر اللي جنبها معها معناته إنه الإشارة قوية شوية، يعني بحيث إنه في ترددات جانبية بتظهر تمام. شايفين؟ طيب 1.5، 2 كيلو، شايفين 2 كيلو؟ هذا عمود ال 2 كيلو هرتز. بالضبط هذا نقي تمام. طيب عمود 2.5، هي عمود ال 2.5، عمود 3 كيلو، 3.5، 4. ايش يعني لما انا يا شباب ايش الفانكشناليتي اللي بيعمل هذا؟ ايش الصوت اللي احنا سامعينه هذا بالسماعه هذه؟ هذا هو صوت الساين ويف يا شباب، هو عباره عن صوت الموجه الجيبيه. الان تقريبا 4000، هذا خط ال 4000، بدي اشوف اخر واحد قديش عندي. 5000، 6000، 8000، 8000، شايفين؟ هل سامعين الصوت انتو؟ اسمعوا معي، ها؟ هي 8000، ها؟ 6000 نرجع. 6000 احنا سامعينه، شايفين؟ 8000 يا دوب سامعينه، علشان هيك الاصوات المسموعه في هذا التجربه بصراحه يعني هي 10000 برضه مسموعه بتضلها بس بنسبه قليله جدا تمام. طب نجرب مثلا 15000، 15000 انا مش سامعها بتاتا، ها الحين صرت اسمعها. شوف 15000 في حاجه هنا ظهرت تمام، معناته مع ال 15000 في نويز بتظهر عند تقريبا ما بين 1000 ل حوالي 1500 يعني. 20000 برضه نفس الشيء تمام. يبقى نرجع ل 1 كيلو 1 كيلو ونوطي الصوت عشان تظهر 1 كيلو لحالها. هاي 1 كيلو لحالها شايفين، او 2 كيلو انقى شويه بصراحه عن 2 كيلو. طيب شايفين يا شباب ايش انا عملت؟ انا استعملت الحين هذا ال LCD زي كانها معارض للتردد اللي انا شغال عليه. شوفوا الان بدي اعمل عمليه من الصفر تمام، وابدا ازود، شايفين ايش بده يصير؟ شايفين انا قاعد بغير يدويا من 0 إلى 10 كيلو، شايفين ايش بيظهر الشكل والصوت تمام. في شغلة أخيرة بدي يعني نشوفها، هي عملية الساين ويف. قلنا شباب إيش السبيكترم تبع الساين ويف؟ لو إحنا رجعنا ل خلينا نوقف شوي، لو رجعنا لعملية الورقة هذه، السبيكترم شباب للواحد كيلو هتلاقي عبارة عن عمود بالشكل هذا، هذا بسموه السبيكترم تبع الواحد كيلو. طب السبيكترم تبع 2 كيلو برضه نفس الإشي، يعني كل تردد هو عبارة عن فقط يمثل عمود بإيش، على محور إيش؟ على محور الترددات، أو بسموه بالفريكونسي دومين تمام؟ هو عبارة عن فقط عمود، عشان هيك إحنا بنشوفه عمود. فالإف إف تي إيش بتعمل؟ بتعمل الساين ويف على 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 إنها تمثلها كعمود بالشكل هذا تمام؟ طيب هذا لو كانت ساين ويف. طب لو كانت شباب موجة مربعة، إيش موجة مربعة؟ أنا بقول لك الموجة المربعة يا شباب بتدخل على الـ FFT تمام؟ اللي هي التقنية أو الحاجة أو المعادلات الرياضية اللي بتحولها للترددات تمام؟ عارفين الموجة المربعة شو أنا يمكن حكيت قبل هيك عنها، هي عبارة عن موجة جيبية بنفس التردد، يعني هذه ترددها F، هذه ترددها برضو F بتطلع، بس كمان معها بيظهر ترددات تانية F 3F، يعني 3 أضعاف التردد هذا. يعني نفترض هذا 1 كيلو، هذه هتظهر 1 كيلو عمود، وهيظهر عند 3 كيلو كمان عمود، وهيظهر عند كمان إيش 6 كيلو تمام، وهكذا عند مين؟ عند ال سوري عند 5 كيلو تمام، يعني 3 عند الأعداد الفردية، وهيظهر كمان عند 7 كيلو، وهيظهر كمان عند 9 كيلو، وهكذا تمام. خلينا نشوف الآن إذا فعلا ممكن هذا الكلام تقريبا بيظهر ولا لا لما أعرض إيش، لما أعرض هذه الموجة المربعة. ليش بعرض هيك؟ هذا شباب بسموه هذه الموجة الأولى،
بسموها عبارة عن الموجة الأساسية. لكن إيش الموجات هذه كلها؟ هذه بسموها هارمونيكس، تمام؟ الهارمونيكس عبارة عن مضاعفات الموجة الأساسية، وهذه بتظهر في إيش؟ في الموجة المربعة. حتى عشان هيك الإنفرترات بقول لك ما بنحبش الإنفرتر يعرض موجة مربعة. ليش؟ علشان يحتوي على هارمونيكس. أنا عارف وقت الفيديو الحين طول، ولكن أنا بصراحة فقط بدي أعرض الفيديو للمعرفة العامة، تمام؟ فالآن نرجع مرة تانية، بس هالمرة أنا بدي أعمل موجة مربعة بتردد 1 كيلو. آها، شايفين؟ 3 أعمدة، تمام؟ ولما كبر بتكبر شوية. أوبا، ممتاز. تعال نشوف الأعمدة هذه بصراحة. هذا عبارة عن عمود 1 كيلو. هذا عبارة عن عمود، إيش بنتوقع حسب الآن التحليل تبعنا؟ 1 كيلو، 3 كيلو. هذا عبارة عن عمود 5 كيلو، هذا عبارة عن عمود 7 كيلو، وفعلا هو 7 كيلو. ليش؟ لأنه اللي بعدها 8 كيلو هنا، شايفين؟ يبقى هاي 1 3 5 7، أوكي؟ هذا هو الموجة إيش المربعة. طيب لو عملت موجة مثلا مثلثة، الموجة المثلثة لا، بقول لك التصنيف تبع الموجات بيختلف. خلينا نشوف موجة مثلثة، شايفين 1 كيلو، يمكن حاجة تانية يمكن تظهر، بس يمكن احنا مش شايفينها. هاي 1 كيلو شايفينها، وهي برضو ظهر 3 كيلو. يعني الهارمونيكس، الهارمونيكس في الموجة، يعني ايش نستفيد؟ الهارمونيكس في الموجة المثلثة اصغر من الهارمونيكس في الموجة المربعة. طلع على الهارمونيكس في الموجة المربعة وعلى المثلثة قديش. طيب على السوتوث، هذه لا، هذه هارمونيكس تبعتها مختلف تماما. عارفين ايش هذا الهارمونيكس؟ هذه 1000، هذه 2000، يعني F و2F و3F و4F و5F و6F و7F و8F، شايفين؟ هذا هو إيش السبيكترم تبعها. يعني شوف كيف نتعلم، إحنا بنطبق الهندسة وبنعمله واقع قدامنا بواسطة الأجهزة الموجودة. هذا الآن يسمى جهاز سبيكترم أنالايزر، اللي قدامي الآن جهاز اسمه سبيكترم أنالايزر. تعالوا نروح على ساين ويف مرة تانية. شايفين الساين ويف؟ نخليها بس صوتها واطي. ساين ويف مش كتير نقية بتكون إذا موجودة جنبها أعمدة تانية. لو نقية بتلاقيها زي 2 كيلو هيك، عمود لوحده من غير أي حاجة جنبه، شايفين؟ هذا هو إيش اسمها موجة نقية. طيب هذا هو تقريبا التجربة اللي أنا عملتها الآن، وربع ساعة الواحد استفاد منها إشي. والآن أنا صورت الفيديو، أتمنى فعلا يعجبكم. وإذا عجبك الفيديو اعمل لايك وشير سبسكرايب، وشوفوا هذا الرابط، هذا الجهاز هتلاقوه أسفل الفيديو إذا حبيتوه. ماشي الحال، نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.